علاء عبد الفتاح من أبرز وجوه ثورة يناير. كان هدف للنظام المصري من مبارك للسيسي يلي فشلوا بسكيته حتى بالمعتقل. علاء مش بس ناشط سياسي، علاء مبرمج وكاتب وأخ وابن وأب. الداخلية مش بلطجية؟ هو اللي انتخبوه مش كلمة بثلاث حروف؟ الحرية لعلاء من أوسع الحملات اللي تنظمت عالمياً للمطالبة بإخلاء سبيل معتقل سياسي. إخوات علاء منى وسناء عم بيقودوا حالياً معركة انتزاع الحرية لخيهم. أخذ علاء الجنسية البريطانية بنيسان كمحاولة للضغط عن طريق والدته الناشطة والأستاذة ليلى سويف. السيسي مجرم حرب، يعني اللي حصل في رابعة واللي حصل ما بعد دي جرائم حرب، دي مذابح ما شفناش في تاريخ مصر كله. من نيسان 2022 أضرب علاء عن الطعام واكتفى ب 100 كالوري يومياً ومي. نهار الثلاثة الماضي وقف الأكل كلياً، والأحد شرب آخر كباية مي. صعد علاء بإضرابه بنفس النهار اللي انطلق فيه مؤتمر كوب 27 رفضاً لمحاولة اغتياله البطيء بالسجن. اعتقل نظام السيسي علاء أربع مرات تحت تهمتين ملفقين: تهديد الأمن القومي ونشر أخبار كاذبة، وقبله التحريض على دستور السيسي. اللي نزلوا يستفتوا على الدم، نزلوا يستفتوا على قاتل، ونزلين ينتخبوا قاتل وعجبهم ومزاجهم نفسهم في سفاح. اللي قال نعم واللي قاعد كتبه عاوزين الدم. اعتقل علاء أول مرة ب 2006 بسبب مشاركته بمظاهرة طالبت باستقلال القضاء المصري تحت حكم حسني مبارك. اعتقل المجلس العسكري علاء بعد ثورة يناير على خلفية مذبحة ماسبيرو يلي كانت مسيرة شعبية انتهت بمقتل 28 متظاهر. تعرض علاء كمان للتوقيف والتحقيق خلال حكم مرسي لأنه عارض استبداد الإخوان المسلمين بالسلطة. هذا الرئيس بالذات إهانته واجب قومي ووطني. محس علاء بالحرية من 10 سنين. حتى بفترات خروجه من السجن ضل علاء تحت المراقبة الشرطية ومدمرة لأي قدرة على أنه الواحد بقى يرجع لحياته. بالسجن عزلوا النظام عن معتقلي الرأي حتى ما يقدر يمارس الحياة السياسية، منعوا عنه الكتب والرياضة وحتى الشمس. رغم الضغط والحملات والمناشدات والوعود، حياة علاء اليوم بخطر مثل أغلب المعتقلين السياسيين بالسجون المصرية والعربية. مش مطلوب مننا أننا ننتصر في انتصارنا للحق، مش مطلوب مننا أننا بقى أقوية في انتصارنا للحق، مش مطلوب مننا أننا بجهزين في انتصارنا للحق، ولا عندنا خطة كويسة ولا عندنا تنظيم كويس. مطلوب مننا فقط أننا نتمسك بالانتصار للحق. شكرا لكم.